السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أحمد سمير، نائب مدير مركز التعلم الإلكتروني كلية الطب جامعة عين شمس. إحنا في الفيديو ده هنعرف مع بعض إن شاء الله إزاي نقدر نضيف أو نعمل سكيديول لأونلاين أو لايف ليكتشر على مايكروسوفت تيمز بس من جوه المودل في خطوة واحدة. طيب إحنا فاتحين كورس فاضي عشان نشوف الهاو تو. أول حاجة، أول ما بفتح الكورس بتاعي اللي أنا هضيف فيه المحاضرة، بروح على فوق على اليمين بعمل turn editing on عشان يفعل الايديتنج جوه المين كورس بيج بتاعتي. طيب تحت الاسبوع بتاعي، فور اكزامبل هنا ويك 1 اللي انا عايز اضيف فيه المحاضره، بدوس على اليمين تحتي اد ان اكتيفيتي اور ريسورس. اخد بالي بس ان لو عندي فيه هنا محاضرات كتير تحت الويك 1، الجمله اللي انا بضيف فيها اكتيفيتي اور ريسورس بتترحل تحت الاسبوع خالص، يعني دي بتبقى اخر حاجه خالص في الاسبوع قبل الاسبوع اللي بعديه. طيب انا هدوس عليها، بعدين اروح على resources، بدوس على create page او page يعني. طيب هنا احنا عايزين نضيف ايه؟ اول حاجة اسم المحاضرة، هنا مثلا هنسمي المحاضرة lecture 1. طيب بعد كده هنكمل برضو في نفس العنوان by مثلا دكتور احمد، وكمان لازم نزود التاريخ علشان يبقى ظاهر للطلبة في المين كورس بيج نفسه، مثلا on Wednesday September 1st. تمام. وبعد كده عندي في الديسكريبشن انا ممكن اضيف فيها اي instructions عايز اقولها للطلبة، او اي حاجة انا محتاج ان انا اوصلها للطلبة قبل المحاضرة. واخد بالي ان هي ممكن اضيف بعد كده display description on course page، يعني لان التعليمات اللي انا كتبتها دي ممكن تظهر للطلبة في على برا على المين كورس بيج. فاخد بالي لو التعليمات كتير صعب شوية ان تظهر فيجوالي، هتبقى صعبة شوية، شكلها مش appealing. لكن لو التعليمات بتاعتي مهمة جدا وقليلة، ممكن ادوس على display description on course page بحيث ان هي تظهر للطلبة على المين كورس بيج. هنا بقى المهم جدا، نروح على page content، بدوس على البوتن الاولاني ده عشان افتح الفول تولز كلها، بلاقي البوتن بتاع تيمز ميتنج، بدوس عليه. اول مره بيسالني اعمل ساين ان عشان يدخل، عشان يقدر يعرف ان انا ايه هو الايميل بتاعي. بعد ما بعمل ساين ان بيطلع لي كرييت ميتنج لينك، بدوس عليها، بكتب اسم المحاضره ايه، برده نفس الاسم ليكتشر 1. بعدين بحدد الوقت بتاعي زي ما احنا قلنا قبل كده، يوم وينزداي 1 سبتمبر هتبقى فور اكزامبل الساعه 12 الظهر، وهتقعد ساعة يعني لغاية الساعة 1 PM. تمام جدا. بعد كده بعمل كرييت. اول حاجة لو دوست عليها جو تو ميتنج، طبعا ده هيدخلني على الميتنج على طول، فطبعا احنا مش هنختار ده. بعد كده في مهم جدا جدا ادوس عليها ميتنج اوبشنز. ايه هي الميتنج اوبشنز دي؟ دي عبارة عن سيت اوف تولز او كنترولز ان انا اقدر اتحكم في الميتنج بتاعي، مين يقدر يتحكم في المايك، البرزنتيشن، القصص دي كلها. اول اوبشن عندي او اول سؤال بيسالني مين يقدر يعمل باي باس لللوبي. طيب احنا هنا بنختار حاجه من اتنين، يا اما بيبل ان ماي اورجانيزيشن، يعني الطلبه اللي هيدخلوا من خلال اوفيشال ميل فقط هو اللي هيدخلهم على طول، واي حد داخل من غير اوفيشال ميل هيطلع لي زي نوتيفيكيشن ان انا اعمل اكسبت او ان انا اكنسل الريكوست ده. او الاوبشن التاني ان انا ممكن اختار everyone اللي هو هيسمح بدخول الطلبه كلها سواء كان داخلين بالاوفيشال ميل او لا. تاني سؤال وده المهم جدا اللي هو هو كان بريزنت، طبعا ده بيتحكم مين اللي يقدر يعمل بريزنتيشن جوه الميتنج، ومين اللي عليه ومين اللي معاه فول كنترولز للميتنج نفسه. فانا بختار هنا اونلي مي، انا فقط اللي عندي كنترولز. طيب السؤال اللي بعده قال له مايك فور اتنديز، بسيبه طبعا عشان الطلبه تقدر تقفل او تفتح المايكس عادي، لكن لو انا قفلته الطلبه مش هتقدر تفتح المايكس خالص، لكن طب فبالتالي لازم اسيبه الاوبشن ده مفتوح، وبعد كده الطلبه هتقفله وتفتح المايكس على حسب الانتر اكشن جوه السيشن. قال له كاميرا فور اتنديز، ودي برده نفس الكلام للمايك، لو انا قفلتها خالص كده الطلبه مش هتقدر تفتح الكاميرا خالص، لكن لو سبتها مفتوحة كده الطلبة تقدر تفتح وتقفل الكاميراز على حسب الانتر اكشن. بسيب الميتنج شات طبعا انيبلد، وكذلك الرياكشنز كنوع من السوشيال رياكشنز شوية بسيبها برضو. بعد كده بدوس على سيف، بقفل بعد كده التاب، برجع للموديل بتاعي، بدوس على اد لينك، ويبقى كده عندي اللينك اتضاف في البيج كونتنت. بعمل بعد كده سيف اند ريتيرن تو كورس، بلاقي عندي المحاضرة هي اتضافت lecture 1 by دكتور احمد on Wednesday كذا، بدوس عليها هيفتح لي بيج وجواها الميتنج، هيدخلني بعد كده على الميتنج على طول. شكرا جدا لحضراتكم.